وللوقوف على موقف كل من أمريكا وإيران من ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في سوريا، ينضم إلينا اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري. أهلا بك معنا سيادة اللواء محمود. تحية لك ولمتابعكم الكرام. أهلا بك لواء محمود. يعني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يطالب الحزب بمغادرة الأراضي السورية، هنا هل تغير الموقف الأمريكي من الميليشيات الكردية برأيك، أم أنها مناورة ربما أمريكية جديدة؟ لا، بكل تأكيد موقف الأمريكي واضح تجاه حزب العمال الكردستاني. الولايات المتحدة تصنف حزب العمال حزب أو منظمة إرهابية، وهذا شيء يعني لا غبار عليه تماما. صحيح أنها تتعاون في جانب آخر مع قسد، وحدات الحماية الذاتية لم تصنف، وهي كما يقال هنالك تعاون استراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في سوريا، وهذا الأمر واضح تماما. إذن ليس هنالك مناورة، هنالك تخوف جدي من حزب العمال الكردستاني، لأن الولايات المتحدة تعتبر أنه حزب إرهابي بالدرجة الأولى. اثنين، يهدد الأمن القومي التركي، وهذه المخاوف تعتبرها الولايات المتحدة مخاوف حقيقية، وهو ما يوتر العلاقات بين مجموعات قسد والجانب التركي من جانب، والولايات المتحدة باعتبارها تدعم قسد وتعتبر أن قيادات قسد تسمح بوجود حزب العمال الكردستاني في المناطق المتواجدة فيها. نعم، يعني هنا السؤال، هل الدعم الأمريكي للميليشيات الكردية سيتحول ربما إلى تلك السورية بعيدا عن حزب العمال الكردستاني التركي، ربما كشكل من أشكال التوازن السياسي لأمريكا مثلا؟ بكل تأكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني دائما هي مثلها مثل باقي الدول تبحث عن مصالحها. قد يكون هنالك في لحظة ما نوع من المصلحة في التهدئة بين حزب العمال الكردستاني وجماعة قسد والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا يكون تحت الطاولة وليس فوقها. أما علاقتها الرسمية والقانونية بحزب العمال، كما قلنا هو مصنف أمريكيا على لوائح الإرهاب، وهي تعتبر أن شريكها في حلف الناتو، الشريك رقم 2 في حلف الناتو الجانب التركي، هو عبارة عن دولة محقة تجاه هذا الحزب الذي سبب لها الكثير من المتاعب في المحافظات أو الولايات التركية، بدءا من اسطنبول مرورا بأنقرة إلى الولايات الجنوبية. نعم، في المقابل إيران يعني تنسق مع حزب العمال لإبعاد روسيا من شرقي سوريا، هل تتمسك إيران برأيك بدعم ميليشيا حزب العمال لتكون ورقة لها في سوريا إلى جانب الميليشيات المستوردة كما تعلم من كل أصقاع الأرض؟ الجانب الإيراني بشكل عام التنسيق بينه وبين حزب العمال الكردستاني ليس وليد اللحظة وليس وليد الأزمة السورية أو منذ انطلاق الثورة السورية. حزب العمال الكردستاني هناك الكثير من قيادته يتواجد بين الحين والآخر في إيران، وهو مدعوم إيرانيا فوق الطاولة وتحت الطاولة، وهذا ليس غريب، لأنه بالأساس قيادات حزب العمال الكردستاني هي قيادات بالأساس مدعومة من إيران، وهنالك تنسيق بينها وبين الجانب السوري قبل بدء الثورة، وهذا شيء معروف. عبد الله أوجلان كان هو القائد الأساسي لهذا الحزب، كان مستقر في سوريا لعشرات السنين، وهذا يعني ما سبب في فترة ما أزمة بين الدولة السورية في حينها بقيادة حافظ الأسد والجانب التركي، ونتيجة التهديدات التي صدرت عن الجانب التركي في حينها على رئيس على أعلى المستويات من وزير الدفاع في حينها، عندما قال أن الجانب السوري إذا لم يقم بتسليم أوجلان أو طرده من الأراضي السورية ستصبح حدود تركيا مع الأردن، بمعنى أنهم سيقومون بعمل عسكري احتلال الأراضي السورية. طيب، من أجل هذا الموضوع لواء علي، بما تفسر انسحاب القوات التركية من بعض مناطق المواجهة في ريف حلب؟ الكردستاني
والجانب الإيراني، وأفضل ظرف كما يقال هو استغلال هذا الوجود للحزب بقياداته على الأعم الأغلب في شرق سوريا، باعتبار أنه هو يعني كما يقال الأب الروحي لقسد وغيرها، والتنسيق مع هذا الحزب من أجل إبعاد القوات الروسية التي هنالك كما يقال يعني مصالح متباعدة بينها وبين الروس في تلك المنطقة. لواء علي، يعني بماذا أو كيف يمكن فهم انسحاب القوات التركية من مناطق المواجهة في ريف حلب؟ إذا سمحت لم أسمع الشق الأول من السؤال. يعني بماذا تفسر انسحاب القوات التركية من بعض مناطق المواجهة في ريف حلب؟ يعني نحن لا نستطيع بالمفهوم العسكري الفني أن نقول هذا انسحاب، هو إعادة تموضع وهذا أمر طبيعي. الجانب التركي له قوة كبيرة في المناطق المحررة التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا. أنقرة لديها أكثر من 15,000 عسكري مع آليات ثقيلة متعددة ووسائط دفاع جوي وطيارات مسيرة تستطيع أن تقوم بعمل هجومي كبير إذا أرادت. فلا يمكن أن نقول أن هذا يعني العمل هو عمل عبارة عن عمل انسحاب من قبل الجانب التركي. نعم، إذا اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.